اهلا بحضراتكم مره تانية. الحقيقه بقى لنا سنوات بنشوف اهتمام كبير بالمراه والفتاه المصريه. السنوات الماضيه دي كان في حرص شديد جدا على تمكين الفتاه المصريه والمراه المصريه كدور مجتمعي، كدور في السياسه، في الاقتصاد. مؤخرا وزاره الشباب والرياضه كان عندها فعاليه مهمه قوي، ودي المرحله الثانيه منها تحت شعار ريحانه. الفعاليه دي خاصه بتمكين الفتيات في مجالات كتيرة من خلال توعيتهم ومن خلال تقديم دروسهم محتاجينها علشان يكشفوا عن مهارات، عن إبداع موجود جواهم، عن الكثير من الأدوار اللي ممكن إن هم يقدموها للمجتمع بجانب دورهم طبعا في بيتهم وفي أسرتهم، لأنه ده الأساس. المرأة زي ما دايما كده بنقول هي عماد الأسرة في كل المجتمعات على الإطلاق، لكن أكيد عايزين نستفيد كمان منها في الكثير من المجالات اللي بتواجهها وبتنجح فيها وبتوصل فيها لأعلى المستويات. خلينا ناخد فكرة عن برنامج ريحانة مع لمياء أحمد حماد، أخصائي في إدارة الطلائع في الدقهلية. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذة ريهام. أهلا بحضرتك. ومعانا كمان روان أحمد أنور، وهي واحدة من الفتيات اللي بيشاركوا في برنامج ريحانة. أهلا بيكي. اهلا بحضرتك. هبدا معاكي استاذه لمياء، وكاخصائي ممكن تقولي لي ازاي بتختاروا الفتيات، ازاي بيتم الاشتراك في البرنامج عشان لو حد بيسمع دلوقتي وعايز يستفيد ويساهم؟ احنا بنختار البرنامج اساسا بيجينا من وزاره الشباب والرياضه. اي برنامج بيبقى قائم او فعالياته بتبقى موجهه للبنات فقط، او بيبقى برنامج مشترك بيبقى جاي من الاداره المركزيه للطلائع بيوجه للمديريات في المحافظات. احنا بالنسبه لنا كمحافظه دقهليه جالنا اشاره ان احنا في برنامج اسمه ريحانه في المرحله الثانيه دي، وتم ترشيح 9 بنات من افضل البنات في المحافظه عشان يشتركوا في البرنامج ويمثلوا المحافظه ويكتسبوا مهارات يعني اكتر في عده محاور ويمثلوا الفتيات، وهينقلوا التجربه دي للمحافظه ان شاء الله. ان شاء الله. روان ما شاء الله يعني شابه زي القمر، النهارده احنا بنتكلم عليكي كمشاركه في البرنامج. قولي لي بقى ازاي بداتي اصلا يعني الخطوه دي، واسرتك يعني كان دورها ايه معاكي؟ انا في مس بروح معاها مسابقات معلومات عامه وكده. هي لما عرفت ان هم محتاجين بنات من عندنا في المحافظه هي رشحتني. انا طبعا استاذنت ماما وبابا وهم مشجعوني جدا وكده، وبس وافقت وجيت. طيب استفدتي ايه؟ قولي لي اشتغلتي ازاي في البرنامج ده، عملتي ايه علشان يعني تعرفي تاخدي منه معلومات اكتر؟ هو احنا الحقيقة استفدنا حاجات كتير قوية ممكن ألخصهم. هو مبدئيا كده في بنات كتير مننا في الأول ما كناش بنعرف ازاي نقول أفكارنا ومشاعرنا، نعرفش ازاي نتكلم عنها، بس بعد المبادرة دلوقتي نعرف عادي ان احنا نصغها ونشرحها اللي قدامنا. ده أول حاجة. تاني حاجة، في مفاهيم كتير احنا عارفينها بس بطريقة خطأ. البرنامج بيصحح المفاهيم ديت وبيقومها لينا، زي مثلا أنظمة التغذية والدايت والرجيم، وكمان مفهوم الناس عن الاتيكيت. في حاجة كمان اتعلمناها بس بطرق مش مباشرة، زي مثلا احنا عندنا قواعد وقوانين وأوقات لازم احنا يعني أوقات محددة لازم نلتزم بيها ونطبقها. طبعا دي بتبقى بشكل غير مباشر، احنا دي بتورينا شكل الحياة العملية لما نكبر، وبتخلي علينا ضغط علشان نبقى مستعدين للفترة الجاية في حياتنا. إن شاء الله وكل التوفيق في حياتك. أختتم معاكي يا أستاذة لمياء، وإزاي ممكن يعني أخد منك دعوة لكل بنت ممكن تكون يعني عندها فرصة للمشاركة، إزاي تدعميها للدخول في برنامج ريحان؟ هو برنامج ريحانة قائم على 5 محاور، محور الصحة ومحور ريادة الأعمال ومحور القيادة النسائية ومحور القانوني والمحور الاتيكيت. بصراحة البرنامج غطى حاجات كتيرة وحلوة جدا بالنسبة للفتاة وللمرأة عامة.
يعني انا اوجه رساله لكل البنات يعني اشتركوا في انشطه مراكز الشباب في بعض القرى وبعض الاماكن اللي البنات ما بتشتركش او ما بتل يعني ما بتدخلش اصلا مركز الشباب، فروحوا مراكز الشباب القريبه منكم، اشتركوا في الانشطه اللي بتتنفذ في مراكز الشباب. وزاره الشباب والرياضه بتنفذ لكم يعني انشطه كويسه جدا على النطاق الرياضي او الفني او الثقافي. البرامج موجوده طول السنه وفي رحلات ترفيهية، فاعرفوا الحاجات دي من خلال مراكز الشباب ومن خلالنا مديريات الشباب والرياضة في داخل كل المحافظات مصر. يعني ربنا يوفقكم، وشكرا لكل القائمين على البرنامج. شكرا أستاذة لميا أحمد حماد أخصائي بإدارة الطلائع بالدقهلية، شكرا لروان أحمد أنور مشاركة في البرنامج، وكل التوفيق ليكي ولكل المشاركات، وبشكر حضراتكم على المتابعة وتصبحوا على خير.